السلام عليكم، بنرحب فيكم تاني في مادة السمارت جريد. حنتكلم على الالكتريكال باور سيستم سب ستيشن. الان زي ما حكينا قبل شوية التراديشنال سب ستيشن اللي عندنا ايش بنتكلم فيها، هذه بتشوفها في كل مكان. هذه بتحتوي على لارج ترانسفورمر ديفايسز، سيركت بريكر، سويتشز، سبورت انفراستراكشر اند سو اون. وهذه بتشوفوها في اماكن عديده. لو رحنا على محطه التوليد حنلاقيها في الجهه الشماليه لمحطه التوليد عندنا. الديجيتال سب ستيشن ايش بتستخدم؟ مجرد ما نستخدم الاي اي ديز اللي هي انتليجنت الكترونيك ديفايسز صرنا بنتكلم على ديجيتال سب ستيشن. All processes are based on digital control and are easily configurable via the network. يعني هذا بنتكلم على الديجيتال كنترول والبي ال سيز في هذا المجال. Some function can even work locally without the control center in the loop. يعني بدون ما يكون الكنترول جزء من الها. عندي ثلاث مستويات اللي بتكلم عليهم. بتكلم على station control area, station level, protection and control level. بنتكلم على البي level والبرايمري equipment process level. بنتكلم على البروسيس level. يعني في البروسيس level عندي data are also merged typically combined measurement into one data package and sent to any interested devices. هذا بنسميها المالتيكاست. والميجرمنت اللي انا بدور عليها والسنسوري ديفايس كان بي انالوج اور ديجيتال. الان هذول بروحوا للمستوى الثاني. ايش البروتكشن اند كنترول؟ الاسيت اوف كنترول بروتكشن ديفايسز هاد سبيسيفيكلي ديديكيتد فور ا بارتيكولار باور لاين. يعني على خط معين. هذا فيه اجهزه للتحكم والحمايه بشكل عام. وهذه الديفايسز عاده في ديتا معين تصلها او بتبعتها. يعني هذا بدل ما هي تعمل فلودنج ذا سيستم وذ انفورميشن. يعني هذا ايش بيصير؟ هي مش كل الديتا اللي بتصلها ديتا معينه خاصه بيها في هذا المجال. الان لما اتكلم على الستيشن كنترول اريا ستيشن ليفل كوميونيكيشن هذه within the substation والكنترول هذا بيحصل. وهذا بتبقى معمولها synchronization باستخدام الجي بي اس مع substation الثانيه. الان الميزه الموجوده بنتكلم على interoperability between different substation and different manufacturer due to the standard such as اللي عندي ال 61850 الانتربلابيليتي في هذا المجال. الان الستاندرد 6850 هذا ستاندرد سويت فور سكادا كوميونيكيشن. هذا برينجينج اوبن انتروبرابل سيستم اند فليكسيبل اركيتكتشر تو ذا سب ستيشن اوتوميشن دومين. عاده انيشالي ات واز انتروديوسد فور سب ستيشن ليفل اونلي، بس بعدين تم الاكسبانشن للسب ستيشن والكنترول سيستم. الان الالكتريكال سيستم الحاجه اللي بتحصل فيها دول بيصير لهم ديجيتايزيشن ات ذا سورس، يعني with non-conventional transducer. وهدول بتم لهم ايش؟ ارسال عبر فايبر اوبتكس لتعمل السيجنال بروسيسنج وهاندلنج سمبلر اند مور روبست. فايبر اوبتكس طبعا الباندويت اكبر خلينا نقول النويز فيها اقل، فهذه ميزه من الميزات اللي بتحصل. الان لما نتكلم على الديجيتال سب ستيشن بنفيت ايش بتعمل لي؟ امبروف ميجرنج اكوريسي اند برفورمانس اند ايزي ديفايس كونفيجريشن او ريبليسمنت. اللي بتحصل فيها الديجيتال سب ستيشن الاو فور اكستنسيف ترابل شوتينج اناليتيك and contribute to improve reliability and availability. لانه هنا الداتا بتتخزن ومراقبه بشكل دائم، فايش بطلع فبقدر ايش اعمل احلل لهذه الداتا. لو في اي مشكله بقدر اعمل ترابل شوتنج للسيستم عندي. وهذا في الاخر
تقود لايش؟ انه بيتر ريلايبيليتي والديتا دائما بتكون افيلبل. الان هذه طبعا بتحسن في السيفتي لانه انا قاعد الهيومن فاكتور برفع من مناطق الخطر. الكوست اوف اكويبمنت بقل لان انا بتكلم على سوفت وير اكثر من هارد وير في هذا المجال في اللي عنده. الان لما ناخذ بريك وبنرجع نتكلم على السنكرونايزد ميجرمنت تكنولوجي ان شاء الله.